مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. شهيوات 360، اليوم باذن الله غنقدموا لكم فوندون شوكولا. وصفه سهله، دي زانغريديون ساهلين فاسيل و سي با شير دي تو. عندنا 250 غرام ديال الشوكولا، حاجتنا 200 غرام سكر سومول، 6 البيضات كامله مع 5 ديال لي جون دوف، 250 غرام ديال لا فارين، وحاجتنا 200 غرام ديال الزبده دائبه وان باتور. و سون زوبلي لو بابي كويسون، هذا ورق الطبخ حتى هو غادي نحتاجو، لي اسونسييل في لو فوندون شوكولا. وحاجتنا بدي ساحك بحال هادو ولا جوست دي بول كون فوفولي. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله، كنحطو لي جون دوف مع لي زوف اونتي، كنزيدو عليهم السنيده. حنا حسينا ان البيض كيعطينا لو فوليوم مع السنيده، كنزيدو لو شوكولا مع لو بار. وفي الاخير كنزيدو لا فارين. بالنسبه للبابي كويسون ضروري تخدموا به بحال هكا، نوريكم غير الطريقه ديال الديكوباج ديالو. بالنسبه لهذا لو سيركل هذا اون ترافاي كوم سا كنطوي بحال هكا، بي كنقطعو درنا ديجا على جوج، كنقطعو عاوتاني بوغ اوبتونيغ سو ريزولتا لا، كندورو بحال هكا كنحطو هنايا. بالنسبة لاباغي ديالنا لي صاوبنا، كنخدمو بها الي دان دي بوش جوطاب، هادي كتلقاو في الأسواق رخيصة، سي با شير دي تو. كنحطو فيها لاباغي ديالنا كيما لاحظتو أعزائي المشاهدين. بالنسبة للشوكو الفوندون لي صاوبت، ديجا وجدتو أنايا تقريبا 12 ساعة قبل باش يحافظ على ما يكونش ليكيد ويبقى في المول اللي درتو فيه، داكشي علاش انا ديجا اونتيسيبي وانا صاوبتو. وهذا غادي نكاردي ابوبخي 12 ساعه باش نحصل على هاد النتيجه هادي، ونكاردي في لو نيجاتيف ولا في لو فخوا. بالنسبه اعزائي المشاهدين، بالنسبه لا كونتيتي ديال لاباري ديالنا، هانتوما كيما كتلاحظوا هادي عمرتها حتى لو سيركل، حيت عندي لو بابي كويسون اللي غادي نحطو في الفران على درجة 200 مدة 10 ديال الدقائق، غادي يكون واحد لو فوليوم غادي يرتفع واحد شوية. بالنسبة أعزائي المشاهدين، بالنسبة لابريباراسيون ديالنا، هذا غادي نديرو في الفران لدرجة 200 درجة لمدة 10 دقائق، ومن بعد غادي نوريكم النتيجة اللي غادي نحصلو عليها إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد مرور 10 دقائق كما شفتوا النتيجة كي جات، ان فوندون شوكولا، مكونات سهلة وبسيطة. صحة وراحة.